انا اشتقت لها. انتوا اكيد تنطروها دايما وبدالكم ناطرين لحتى تسمعوا حظوظكم، بس بدي اقول لها اكيد ينعاد عليك سلف لكارميليتا، واكيد رح ننتقل لعندها. كل اللي حابين يسالوها اي سؤال تليفون بايدكم، وميلات اكيد عندها اوريدي واصله من قبل. صباح الخير كارمن. تشتاق لك العافية غيدة، أنا كمان اشتقت لك، صار لنا زمان ما التقينا سوا. إن شاء الله سنة حلوة عليك غيدة وعلى بناتك وعائلتك وعلى الكل وعلى الماما، سلمي لي عليها كثير، بحبها كثير لست زكية. أوكي، اتصالاتكم مباشرة على الهواء، لكن اسمحوا لي آخذ إيميل أو اثنين قبل ما بلش. في عندي إيميل من الرياض، ليال، عطيتني تاريخ الولادة، عطيتني ساعة الولادة، حابة تعرف عن موضوع الشغل، هذا سؤالها بالتحديد، حابة تعرف عن موضوع الشغل. بالنسبة ليال، موضوع الشغل يعني لأنه عطتني ساعة صحيحة، فينا نشتغل على البيت السادس، فينا نشتغل على البيت الثالث، فينا نشتغل على البيت السابع، فينا نشتغل على الطالع، فينا نشتغل على البيت العاشر. في عندي أربع بيوت تقريبا فيني اشتغل عليهم، ما عدا كواكب أخرى كمان فيني اشتغل عليها. يبدو واضح جدا بالنسبة لي أنه في مشاكل كتير كبيرة عانت منها ليال. ليال مرقت ب أو زحل، خلينا نقول مرق بمجموعة كواكب من برج العقرب، وكلنا بنعرف أنه زحل كان موجود بالعقرب ببرج العقرب ثلاث سنين اللي مرقت، وبالتالي في عندها ضغوط كانت حتى شخصية مهنية، وأيضا حتى فينا نقول كانت الضغوط عندها مادية. مهنيا ما كان كتير الوضع جيد، لأنه في عندي كوكب الشغل اللي هو ميركوري كمان كان في زحل عنده، وبالتالي شو اللي ناطرها هلأ حاليا؟ أول شيء بقلها، بما أنه أنت طالعك برج الميزان، هذا معناتها أنت التطورات الحلوة على الطريق، ولأنه بيت الشغل بيت السادس في عندك فيرجو برج العذراء، اللي حضري بقلك حضري حالك، في عندك سنتين مهمين جدا بالنسبة لموضوع الشغل، حضري حالك، مفروض تنقي وتختاري الأفضل بالنسبة لإلك ليال، لأنه موضوع الشغل إلى تقدم، إلى تغيير، إلى أفضل. نقي المؤسسة الكبيرة اللي بدك إياها، لأنه التغيير الحلو المهم الدسم والغني مقبل بالنسبة لإلك. المشاكل الكبيرة صارت وراكي، عندك بس نقطة ضعيفة، هي أنه أنت إنسانة بتترددي، بتخافي وما بتاخدي قرارات، مع أنه أنت من مواليد برج العقرب، مع أنه أنت طالعك هو الحمل، هالبرجين اثنيناتهم كتير قوية، لكن التناقض بشخصيتك وأنت بتعرفي هالشي هو عقدة القمر، محور القمر الموجود ببرج الحمل، هو يلي بخليك نوعا ما تكوني مترددة، وعم بيعلمك عم بتعلمك الحياة، وعم بتقلك ضروري جدا انك تتكلي على حالك وتكوني انسانة ديسايسيف، قرري. بس لما تلاقي شغلة مرتبة اسألي، خدي نصائح باشخاص بتوثقي فيهم بحبوكي، وامشي الى الامام. هذا كان ليال. ناخد اتصال، ناخد لما. تفضلي لما. يا أهلا. 10-1-91 10-1-91 عن الشغل وعن السفر. بنعرف شي أي ساعة؟ 5 الصبح. شغل وعمل؟ السفر إذا في السفر. إيه أوكي، شكرا لاتصالك. عم تسأل عن موضوع السفر، شغل وسفر بالنسبة لإلها. هلا اذا الساعة عم نشتغل على ساعة صحيحة، يعني في عندي طالع القوس الموجود هون، يلي هو نقطة ما كتير أنا بفرح لإلها، لأنه زحل رح يقطع على الطالع، التغييرات رح بتكون كتير كبيرة وكتير جذرية. المرحلة اللي أنت مارقة فيها بتحمل لك سفر، بتحمل لك نجومية، بتحمل لك تغييرات كتير حلوة، لكن بدك تنتبهي، مش إنه نغمض عينينا نحط إيدينا مي باردة ونقدم على التغيير، بدك تكوني عارفة لوين رايحة. إذا رايحة ونأزاني وقلبك ما كتير عم بحمسك، فكري مرتين بسبب الطالع. هلا نجمك جيد، فيكي تتقدمي، في عندك نجوميه، في عندك سفر قد ما بدك، بس انتبهي يلي ما كثير حاببته بنقزني شوي هو زحل، بس لما يقطع على الطالع عندك خلال سنه 2016. بناخذ اتصال من ريتا. الو. في عندي ايميل كمان بدي مرقه من سمر. الو. الو. خلوني الو. الو ايه اهلا. 4 نعم. سبتمبر 74 4 عفوا سبتمبر نعم 74 عن الشغل. السؤال شغل. اي ساعة؟ 6 الصبح. وعن الشغل؟ اي بليز. اوكي
هلا من بعدها راح اخذ ايميل. كثير حلو. اول شيء التشارت اللي شايفتها قدامي انا كثير حلوه. ليش؟ لانه عندي مولوده برش العذراء، عندي الاسندنت بهالساعه اللي اعطيتيني اياها عذراء. كل شخص خلقان تقريبا حوالي الساعة 6 الصبح بيكون برجه وطالعه تقريبا، فينا نقول نفس الشيء. بالنسبة لك أنت العذراء 11 which is still good، يعني بعد في عندك مجال أنك تاخدي رزقة كتير كبيرة بآخر هالسنة، خلينا نقول بأول شهرين ثلاثة بسنة 2016، بيرجع عندك أنت رزقة حلوة بشهر آب وعندك رزقة كبيرة بشهر أيلول. حضري حالك، التغييرات رائعة 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 جدا من الأشخاص اللي فيهم يتقدموا بسنة 2016 بشكل كتير كبير. رح أخذ إيميل عندي سمر. سمر من مواليد 6 فبراير 1967 والساعة 8:30 بالليل. 8:30 بالليل اذا هيك مزبوط نقلتها. اوكي. كمان بالنسبه لسمر الحلو انه بيعطيني الطالع هو العذراء، هيدا شيء كتير حلو، هيدا شيء مهم جدا. اذا الساعه مزبوطه هيدا بيعطيني قدره لحتى يكون في صفحه جديده ناطرتها، مش هلا بمنتصف 2000 و منتصف 2016. المشكله اللي كانت عندها ماديه، واضح انه بيت الزحل كان ببيت المال، كان في شويه قصص وحكايات منها هالقد سهله. المشاكل يلي رح بتعاني منها سمر بسنه 2016 وجزء من 2017 وبصراحه مرقت فيها بال 2015، هي مشاكل تتعلق باحد الاخوه، العلاقه بالاخوه هيدي مبينه كمان عندي. الحلو بالنسبه لها بقول لها انه حضري حالك في صفحه جديده ناطرتك ابتداء من منتصف ال 2016. تغيير، تقدم، نقله نوعيه حلوه، وفيكي تعملي تقريبا اللي بدك اياه. حضري حالك. القصص العائليه كانت مع الاخوه يمكن انت ما لك علاقه فيها، لكن معقوله تشغل لك بالك، وهي اللي معقوله يا غيدة انه تحمل لها لسمر شويه، مش انه زعل، شويه هيك بتحس حالها انه هي بالجو ومعنيه تماما تماما بالموضوع. طبعا هذا شيء كثير طبيعي، الاشخاص دائما بهمهم الاخوه وبيجربوا يساعدهم بقدر المستطاع. طيب شو عم تاكلي؟ هانيا. هلا انا جاي لعندها لهانيا. يا لطيف شو طيبين؟ طيب خلص إيه هدول الكوكيز كثير طيبين. يلا اكيد بعد لحظات رح نشوف هانيا وين صارت، انا رح اشطها بعد كم وحده بهالبريك، خليكم معنا.